توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا تباطؤ النمو العالمي عام 2023 اضاف جورجيفا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا ان توقعات الصندوق تشير الى ان النمو سيقل بنحو نصف نقطه مئويه مقارنه مع عام 2022 مشيره الى انها تتوقع ان يكون العام القادم هو العام الذي يزداد فيه النمو للاقتصاد العالمي وفي مطلع العام الحالي أطلقت مديرة صندوق النقد تحذيرات من العام الجاري موضحة أنه سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي كان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي ثلاث مرات منذ أكتوبر 2021 انخفض النمو الاقتصادي الصيني إلى ثاني أدنى مستوى له منذ أربعة عقود العام الماضي جاهد الانخفاض تحت وطأة ضوابط مكافحة فيروس كورونا وتراجع سوق العقارات تراجع النمو الاقتصادي الصيني في عام 2022 إلى واحد من أسوأ مستوياته منذ ما يقرب من نصف قرن مع تضرر الربع الرابع بشدة من القيود الصارمة لفيروس كورونا وتراجع سوق العقارات مما زاد الضغط على صانع السياسات للكشف عن المزيد من التحفيز هذا العام البيانات الرسمية أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 3% في 2022 أي أقل من نصف معدل العام السابق البالغ ثمانية كان هذا ثاني أقل معدل نمو سنوي للاقتصاد الصيني منذ سبعينيات القرن الماضي بعد عام 2020 عندما انخفض النمو إلى 2.4% مع بدء تفشي الجائحة وعن أرقام الربع الرابع من العام أوضح المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن نمو الاقتصادية انخفض إلى 2.9% عن العام السابق السابق وذلك خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر مقارنة ب 3.9% في الربع السابق صندوق النقد الدولي من جانبه توقع ألا يزيد النمو الاقتصادي الصيني عن 4% خلال الفترة المتبقية من العقد الحالي ويشهد النمو الاقتصادي الصيني انخفاضا طويل الأمد بعد أن بلغ ذروته بنسبة 14.2% وذلك في عام 2007 بسبب ارتفاع سن السكان وتقلص القوى العامله والقيود المتزايده على وصول الصين الى التكنولوجيا الغربيه بسبب المخاوف الامنيه شركاء بكين التجاريون تضرروا بطبيعة الحال من الركود الصيني، وذلك بسبب انخفاض الطلب على النفط والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وواردات أخرى، وعلى الرغم من ذلك سيكون الانتعاش الصيني بمثابة دفع للموردين من جميع أنحاء العالم، والذين يواجهون مخاطر متزايدة بسبب الركود الذي تشهده اقتصادات دول الغرب قال مسؤول في البنك المركزي الاوروبي ان اقتصاد منطقه اليورو قد حقق اداء افضل من المتوقع في الربع الاخير من 2022 وقد انهى العام بنمو ايجابي. توقع البنك المركزي الاوروبي نموا سلبيا في الربع الاخير من العام الماضي واول ربعين من العام الجاري قبل العوده للتعافي. مشيرا الى ان النتائج الايجابيه المسجله بالربع الاخير من العام الماضي تعني ان التكتل ربما يكون قد تفادى الربع code أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن التضخم تراجع بشكل أكبر في البلاد خلال الأشهر الأخيرة من عام 2022، وأوضح مكتب الإحصاء أن التضخم انخفض إلى 9.6% على أساس سنوي في ديسمبر من 11.3% في نوفمبر و11.6% في أكتوبر، وأشار المكتب إلى أن التضخم بلغ 8.7% في عام 2022 بأكمله. اكد وزير النقل الفرنسي وجود امدادات كافيه من الوقود في البلاد مع اقتراب انطلاق الاضراب خلال الاسبوع الجاري كانت جميع النقابات قد اعلنت عن يوم للاضراب على مستوى البلاد حيث سيشارك فيه عمال من قطاعات رئيسيه مثل الطاقه والنقل العام والسفر الجوي والمدارس وقد دعت نقابه سي جي تي الفرنسيه الاسبوع الماضي الى اضرابات في قطاع المصافي وذلك ضد خطط حكوميه Il y a beaucoup d'initiatives européennes qui, depuis des années, dans des formats différents, حذرت منظمة العمل الدولية من أن التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي سيجبر المزيد من العمال على قبول وظائف منخفضة الأجور ومحفوفة بالمخاطر تفتقر إلى الحماية الاجتماعية وتتوقع منظمة العمل الدولية ارتفاعا طفيفا في البطلة العالمية هذا العام بنحو ثلاثة ملايين شخص لتصل إلى مئتين وثمانية ملايين شخص التضخم الأزمة الاقتصادية العالمية وباء كورونا عوامل دفعت الأزمة الاقتصادية إلى التفاقم وتزداد يوما بعد يوم ناقوس الخطر دق على يد العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية بضرورة مجابهة العالم لتلك الأزمات والتي تلقي بظلالها على الشعوب آخر التحذيرات جاء على لسان منظمة العمل الدولية التي رأت أن التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي سيجب المزيد من العمال على قبول وظائف منخفضة الاجر ومحفوفة بالمخاطر تفتقر الى الحماية الاجتماعية، ما يفاقم انعدام المساواة الذي زادت بسبب ازمة كورونا. المنظمة الدولية توقعت كذلك ارتفاعا طفيفا في البطالة العالمية هذا العام بحوالي ثلاثة ملايين شخص لتصل إلى 208 ملايين شخص. بالإضافة إلى ذلك وفي الوقت الذي ترتفع فيه الاسعار بشكل اسرع من الدخل الاسمي للعماله بسبب التضخم فان المزيد من الاشخاص معرضون لخطر الوقوع في الفقر وفقا لتقرير المنظمه الذي تخصصه سنويا للتوظيف التقرير يوضح كذلك ان التوترات الجيوسياسيه الجديده والحرب في اوكرانيا واستمرار المشاكل التي تواجهها سلاسل التوريد العالميه كلها عوامل أدت إلى حدوث حلقة من التضخم المصحوب بالركود، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ هذه السنة لتسجل 1% مقابل 2.3% في عام 2022 قالت عدة متاجر في بريطانيا بوضع حراسة على المنتجات الغذائيه عن طريق اقفال او وضعها داخل صناديق محكمه الغلق او عبر افراد الامن وذلك بعد رصد حالات سرقه كثيره لمنتجات غذائيه خاصه اللحوم والاجبان زادت السرقات بنسبه 18% وذلك في ال12 شهرا المنتهيه في يونيو مقارنه بنفس الفتره من العام السابق مدفوعه بارتفاع التضخم الى 14. 7% في ديسمبر. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه من المتوقع ان ينخفض التضخم في البلاد في الربع الاول من عام 2023 الى 5% واشار الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي حول الشؤون الاقتصاديه الى ان التضخم سيوصل الانخفاض الى دون 4 في المئه خلال الربع الثاني من العام الجاري مضيفا <applause> ان التضخم في روسيا بلغ في العام 2022 مستوي 11.9% <applause> عشر عشره في المئه وهو <تصفيق> دون <تصفيق> توقعات السلطات الروسيه <applause> اعلنت الحكومة اليابانية عزمها تاجيل تحصيل ديون مستحقة على اوكرانيا بقيمة 7.8 مليار ين، وذلك بغرض المساعدة في تخفيف العبء الاقتصادي المفروض على كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية. ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية NHK اتش أنه كان من المفترض أن تسدد أوكرانيا هذا المبلغ الذي يعادل أكثر من 60 مليون دولار إلى اليابان بحلول نهاية هذا العام، فيما اتفقت وزارة الخارجية اليابانية مع كييف على سداد الأموال على عشرة أقساط على مدار ستة أشهر اعتبارا من يونيو 2027. أكدت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم أنها ستشحن 32.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بانخفاض 8% تقريبا عن الأيام السابقة وشحنت الشركة ما بين 35.4 مليون و 35.5 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا خلال الأيام العشرة الماضية بعد أن شحنت أكثر من 40 مليون متر مكعب يوميا في نهايه العام الماضي والايام الثلاثه الاولى من عام 2023 وتراجعت صادرات روسيا من الغاز الى اوروبا عبر خطوط الانابيب في 2022 الى ادنى مستوى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مع انخفاض التوريد لاهم المستوردين بسبب الازمات الاوكرانيه وبعد انفجارات دمرت خط انابيب رئيسية.